احنا كنا بوضع جيد جدا، بس الظروف اللي نحن عم نمر فيها، ظروف الحرب هي أثرت علينا كثير. بس رغم هالظروف نحن مش عم نترك زبايننا، عم نيجي بنرتاح هلا رغم انه تحت القصف والضرب عم نلبي حاجة زبايننا. هلا كل ساعة نحن بنلوي الوحدة، وكل ساعة بدنا نقعد بدنا نفتح نحن بدنا نقاش وننزل على بيتنا، لأنه الوضع صعب كثير. عم نلبي زبايننا وما تركنيهمش نحن. هلا بهذا الموسم الجديد كمان أمنا كل شيء جديد، شو بتطلب ست البيت كله موجود عندنا. بنتمنى من الله إنه تتغير هالحالة، نتغير هالوضع ونرجع نفتح طبيعي. بس هلا بعدنا رغم هيك الظروف قاسية كثير علينا، وبنتمنى إنه يتغير هالوضع. اليوم بيجي على التعاون بين أي بين أمن وطلبات الزبائن، لأنه الوضع صعب رغم القصف والضرب اللي عم بيصير، بيجي على أعصابنا. بنأمن الطلبات وبنرجع، بنأمن المول اللي ناقصة كمان نعملها، وبنأمنها إذا طلبت الزبائن يكونوا مأمنة. بس في شغلة وحيدة، إنه في عنا خسارة كبيرة من وراء نتائج الحرب اللي صار لها 9 أشهر، في عنا خسائر كبيرة كتير. هلا كنت تتعوض؟ ما بعرف بتتعوض. فنحن هلا لسا عم نأمن جديد، وهذاك يعني يعتبر خسارة ما فينا نعوضها، ما فينا نعطيها للزبائن، لأنه نحن عنا يعني زبائننا عندهم يعني ضمانة بطاعتنا، ما فينا نحن نغشهم أو نعطيهم بطاعة مغشوشة، بدنا نعطيهم بطاعة نظيفة ونأمن لهم إياها. ورغم هذا إنه عم نأمنهم تحت القصف وكل شيء، بس يصير القصف قوي نحن حالنا بنذكرهم بالرعاة فيهم.